بلدي مصري مصري مصري. تشاهدون الآن من بيوت الله مع فضيلة الشيخ محمد حسان. أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني يا حبيبتي يا مصر. من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاة، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا الجامع العامر على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، واجب الوقت، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فلا شك ولا ريب أن بلدنا تمر الآن بمرحلة حرجة لا يخفى واقع أمتنا بصفة عامة وواقع بلدنا بصفة خاصة على مسلم أو مسلمة. وليس من العلم ولا من الفقه أن يكون العلماء بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. فتعالوا بنا أيها الأفاضل لنذكر أنفسنا بواجب الوقت في هذه الأيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب وأن يعصمنا جميعا من الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الواجب الأول، يعلمنا الإسلام أيها الأفاضل قيمة الوقت واحترام الوقت حتى لا نكون خارج الزمان وخارج حدود المكان. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً.
وقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، فالوقت في الإسلام هو الحياة، له قيمة، لا ينبغي على الإطلاق أن يتجاهل المسلم هذه القيمة حتى لا يكون المسلم خارج حدود الزمان والمكان. فأول واجب يجب علينا الآن أن نتذكره، وهو من أوجب واجبات الوقت الذي نحياه، تجديد الإيمان بالله سبحانه وربط القلوب بالله جل وعلا، لأنني أرى روحاً جديدة بعد أحداث الثورة في مصر، أرى روح الاستعلاء والكبر والعجب والغرور. وتسمع الآن كثيراً من أولادنا وشبابنا يقولون: صنعنا وغيرنا وبدلنا وفعلنا، ووالله ما فعلنا شيئاً ولا صنعنا شيئاً ولا غيرنا ولا بدلنا شيئاً، بل الأمر كله لله جل وعلا، فالفضل فضله والملك ملكه والحكم حكمه والأمر أمره والتدبير تدبيره. وما وقع في مصر فضلاً عن كل ما يقع في الكون، إنما يقع تحت سمع وبصر الملك وبتقديره سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا بد أن نجدد إيماننا بربنا في هذه المرحلة. فهذا أوجب واجبات الوقت الذي نعيشه ونحياه، قضية الإيمان بالله، قضية الثقة في الله والتوكل على الله والرجاء في الله واليقين في الله والعلم الكامل أن الأمر كله بيد الله. فلا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم ولا يأخذ الله ظالما ولا يغني الله فقيرا ولا يقيل عثرة ولا يستر عورة ولا يغفر ذنبا ولا يفرج كربا ولا يدبر الأمر كله إلا الملك. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تعرف على الله جل وعلا واعرف مع ربك. من عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالقدرة والقوة الكاملة عرف نفسه بالضعف الكامل المطلق. قل: إن الأمر كله لله. لا بد أن نتعرف على الله وأن نجدد الإيمان به، هذا هو الواجب الأول، بل هو واجب كل رسول ونبي. الإسلام أيها الأفاضل عقيدة، تنبثق من هذه العقيدة شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. لا ينبغي أن نقدم الشريعة على الإيمان والعقيدة، بل لا بد أن نقدم العقيدة والإيمان، فهي الصيحة الأولى لكل رسالة والدعوة الأولى لكل نبوة. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم،
قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قضية الإيمان، قضية التوحيد. الإيمان أيها الأفاضل ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الإمام البخاري: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا الإيمان له أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له طعم. روى مسلم من حديث العباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا بد من تحقيق الإيمان وتجديده في القلوب. لا بد أن نعلم أن الدعوة إلى الإيمان هي أول الواجبات، ولا يجوز أن ننسى في هذا الطرح السياسي المكثف الذي أصاب الناس الآن بحالة من القلق والتوتر. لا ينبغي أن يتغافل العلماء والدعاة إلى الله على أوجب واجبات الوقت، بل وعلى أوجب الواجبات في كل وقت، ألا وهو قضية الإيمان بالله جل وعلا. أدين لله سبحانه بأن قضية الإيمان هي القضية الأولى التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب والصحف، ومن أجلها أرسل جميع الأنبياء والرسل. فلا بد أن يركز العلماء والدعاة وطلبة العلم في هذه المرحلة الحرجة التي لا نسمع فيها إلا طرحاً سياسياً بحتاً، وكأن الأمة الآن تجاوزت قنطرة الإيمان ولم تعد في حاجة إلى من يذكرها بالله جل وعلا، وإلى من يربط قلوبها بالله جل وعلا. ووالله ثم والله لا فلاح ولا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا حققنا الإيمان بالله وحققنا أركانه وتذوقنا حلاوته وطعمه، وأشرقت قلوبنا بنور الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل النفس في كل واجب من الواجبات، لأن الواجبات التي أريد أن أذكر بها كثيرة. فأول واجب من واجبات الوقت أن نجدد الإيمان في قلوبنا. كان الصحابي يلقى أخاه ليقول له: هيا بنا نؤمن ساعة. هو لا يقصد أصل الإيمان، وإنما يقصد تجديد الإيمان في القلب. فالإيمان يا أحبابي يزيد بذكر الله، ويزيد بطاعة الله،
وينقص بالأعراض عن الله وعن الذكر وعن بيئة الطاعة والوقوع في المعاصي. هذا معتقد أهل السنة، ولا أريد أن أطيل النفس في هذه المسألة. الواجب الثاني الذي تغافل عنه الكثيرون الآن هو الحفاظ على العبادة، المحافظة على العبادات. العبادة يا أحبابي ليست أمراً هامشياً، بل هي الغاية التي من أجلها خلق الله كل الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين أهل العبادة في زمان الفتن؟ نعم، نحن نعيش زمان الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي. يا من تريد أن تهاجر إلى رسول الله، يا من تريد أن تحصل أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ على العبادة، على الصلاة، على صيام النوافل بعد صيام الفريضة، على الزكاة وعلى الصدقة وعلى الحج وعلى العمرة وعلى الذكر وعلى قراءة القرآن. صار من يتحدث الآن في هذه القضايا كأنه هو الذي يحكم عليه بأنه خارج حدود الزمان والمكان. صار من ينظر في كل لحظة في أمور السياسة، صار العالم والفقيه بالواقع والمحلل الاستراتيجي إلى آخر هذه الألقاب الضخمة التي تحاط أو يحاط بها الآن من يحاولون صرف الخلق عن الحق. أنا أقولها لله، من يحاولون صرف الخلق عن الحق سبحانه وتعالى. ووالله ثم والله ما وقع في مصرنا ما وقع إلا بتوفيق الملك وحده وبفضله وحده، حين لجأت القلوب إليه. أنا أقول وأعي ما أقول، والله ما تحقق لمصرنا ما تحقق إلا بفضله وحده، استجابةً منه لدعوات المظلومين والمقهورين الذين قطعوا العلائق والأسباب في المرحلة الماضية، وعلموا علم اليقين لكثرة الظلم وشدة الفساد أنه لا مخرج لهذه الأزمة إلا باللجوء إلى الله والدعاء إليه، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. وحينئذ تفضل الملك على أهل هذا البلد الكريم بما تفضل به علينا، وأسأل الله ألا يحرمنا هذه النعمة وأن يعيننا على شكرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فعلق قلبك بالله واعلم أن الأمر كله بيد الله، فتعبد إليه وانكسر بين يديه واعتصم به واجعل عزك كله به. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. العبادة الصيحة الأولى لكل الرسالات والنبوات، أن اعبدوا الله، ليست أمراً على هامش الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما في الصحيحين حين بعثه داعياً إلى بلاد اليمن، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فادعهم، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا هو فقه الأولويات
يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التوحيد، إلى الإيمان، ثم بعد ذلك إلى العبادة. ورأس العبادات العملية الصلاة. أول حق لله على خلقه. روى البخاري ومسلم حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلا بد أن نهتم بالعبادة، وأن نحافظ عليها، وأن نحرص عليها، وأن نعتني بها، وأن لا تشدنا الأحداث الجارية عن عباداتنا وعن أورادنا وعن أذكارنا وعن صلواتنا في بيوت ربنا وعن كتاب ربنا وعن ذكر الله في الصباح وفي المساء وفي كل وقت وحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل عبادته. فالعبادة حق لله على عباده، والعبادة غذاء لأرواحنا، والعبادة حياة لقلوبنا، والعبادة تفريج لكروبنا، والعبادة سبيل لحب ربنا، والعبادة سبيل للنجاة في الدنيا والآخرة، فهي طريق النجاة وسبيل الجنة والنجاة من النار. وكل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى تفصيل بالأدلة من القرآن والسنة، ولا تسع الوقت لذكر ذلك. الواجب الثالث: تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق. انتبهوا معي جيداً أيها الأخيار، أظن أنكم تتفقون معي جميعاً ما تعانيه مصر من انفلات أمني. كلنا يعاني من هذا الانفلات الأمني، لكن ألا أدلكم على انفلات أخطر من الانفلات الأمني؟ وستوافقونني جميعاً عليه، ألا وهو الانفلات الأخلاقي. والله يا إخوان، لو تزينا بالأخلاق وتجملنا بها وعبدنا الله بها ما رأينا هذه البلطجة، وما رأينا هذا السلوك المؤلم من سطو على الناس بالسلاح الأبيض وسرقة للمحال والبيوت واعتداء على الأرواح بسفك الدماء وأكل أموال الناس بالباطل وتجاوز شروط المرور في الطرق العامة، أقف صف تاني وصف تالت وصف رابع وأمشي بالسيارة عكس اتجاه السير، كل هذا تحت بند الحرية المزعومة. أنا حر، أنا حر، أنا حر. لست حراً حرية منفلتة من ضوابط الشرع والأخلاق والقيم، بل أنت حر في حدود شرع الله وعدم إيذائك للآخرين من المسلمين وغير المسلمين. هذا ديننا. لو تربينا على مراقبة العلي الأعلى لا على مراقبة القانون الوضعي الأعمى ما رأيت هذا الانفلات الأخلاقي، حتى ولو ضاع الأمن، حتى ولو انفلت الأمن. أنا لا أراقب ضابط الشرطة ليصحح لي سيري في الطريق العام بسيارتي، أنا لا أراقب ضابط الشرطة حتى لا أعتدي على رجل أو امرأة في الطريق العام لأسرق منه حافظة نقوده أو هاتفه المحمول أو ساعة يده أو سلسلة في صدر أمي أو ابنتي أو أختي. أنا لا أراقب أحدا من الخلق
وإنما أراقب الله جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى. لو تربينا على هذا، والله لو خلت الشوارع والطرقات من كل الضباط والجنود، والله ما رأينا حادثاً واحداً. إذا تربى الكل على مراقبة الله سبحانه، فالانفلات الأخلاقي أخطر من الانفلات الأمني. وأنا أقول لكم، الأمن يا إخواني ثمرة من ثمرات تحقيق الإيمان كأول واجب من واجبات الوقت. ما علاقة الأمن بالإيمان أيها الرجل؟ نعم، علاقة وطيدة. اقرأ معي قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة لأهل الإيمان. لو حققنا الإيمان بالله سبحانه بمفهومه الشامل الكامل الناصع الواضح، لرزقنا الله نعمة الأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك في الآية، فالظلم في الآية هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيا أيها الأحبة، الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني. لو صححنا ما فسد وأعوج من أخلاقنا ما رأيت هذا الذي تراه الآن في شوارعنا وطرقاتنا ومياديننا ومصانعنا ومتاجرنا ومزارعنا. نريد أن نعلي شأن الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هل تعلم والد الفاضل وأخي الغالي وأخت الفاضلة، هل تعلمون أيها الأحبة أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد اختزل البعثة النبوية كلها في مكارم الأخلاق؟ يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه الإمام أحمد في المسند، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية بسند حسن: لأتمم مكارم الأخلاق. يا إلهي، كأن البعثة النبوية كلها تختزل في صالح ومكارم الأخلاق. نعم، لأن الأخلاق متداخلة في البناء العقدي والبناء التعبدي والبناء السلوكي وفي كل صور البناء. إن خلت من الأخلاق فلا قيمة لها ولا وزن لها. لقد سئل النبي عن البر والإثم كما في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، فقال: بأبي وأمي وروحي، البر حسن الخلق. يا إلهي، البر، وأنتم تعلمون معنى البر، ولا أجد أجمع لمعنى البر من آية البر الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو معنى البر، يلخصه النبي في حسن الخلق. فيقول: البر
بهذا المفهوم القرآني الجامع: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يا من تحب الله، يا من تحب رسول الله، هل تريد أن تكون محبوباً من الله جل وعلا؟ نعم نعم والله، ما صليت وما زكيت وما حججت وما اعتمرت وما قمت الليل وما بكيت وما غضضت طرفي وما كففت لساني وما كففت يدي عن الحرام وجوارحي عن المعاصي إلا لأكون محبوباً للملك. ها هو السبيل، ها هو الطريق. في كلمات قليلة يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. والله لا تنسى الحديث، والله لا تنسى الحديث. أحب عباد الله إلى الله من يا رب؟ أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. يا من تريد صحبة الحبيب في الجنة، اللهم لا تحرمنا شفاعته ولا تحرمنا صحبته ورفقته. يا من تريد رفقة النبي في الجنة، ها أنا ذا أدلك على السبيل والطريق، إنه حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند حسن: إن من أحبكم إلي، الله الله الله، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا كلام الصادق. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل أؤكد لكم أيها الفضلاء أنه لا يوجد شيء أثقل في الميزان أبدا من حسن الخلق، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان، في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. فما ظنك بالفاحش البذيء، سيء الأدب، سيء الخلق، الذي يقطع على الناس طريقهم، والذي يصيب البلد بحالة من الشلل والرعب والفزع، يخرج ليسرق إنسيالاً أو سلسلةً، يخرج ليسرق هاتفاً أو ليسرق حافظة نقود، يخرج ليعتدي على بيتٍ أو ليعتدي على سيدة. ما ظنك بهذا؟ ما ظنك بهذا الخبيث اللئيم الذي يملأ الأرض فساده؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآيات. نعم، ولا ينبغي أن تأخذنا الرأفة يا إخواني في أولئك المفسدين أياً كان حجمهم وأياً كانت مناصبهم، لأن بعض الأصوات الآن تنادي بسذاجة منقطعة النظير بالعفو عن المفسدين والظالمين. لست أرحم من الله بعباده، لست أرحم من الله بخلقه. هو الذي شرع الحدود لتكون الحدود زواجر وجوابر، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال في جريمة الزنا، في جريمة الزنا قال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يجب أن تكون عواطفنا منضبطة بضوابط الشرع، ويجب أن تكون تصريحاتنا واقتراحاتنا وكلماتنا منضبطة بضوابط الشرع. ليس من حق أي أحد إن تكلم في دين الواحد الأحد أن يتكلم بغير علم وبدون فهم أو بصيرة، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم أو يصمت أو أن يقوم ويجلس أو أن يحب ويبغض أو أن يعطي ويمنع أو أن يدخل ويخرج
إلا بما يمليه عليه دينه وبما يفرضه عليه شرعه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة، لا تأخذوا من الإسلام ما ترغبون وتتركوا من الإسلام ما لا تشتهون. قال جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أسألكم بالله أن تحافظوا على صرح الأخلاق، على أخلاق إسلامنا وعلى أخلاق نبينا في البيوت، في الشوارع، في المصانع، في المزارع، في الطرقات. لا ينبغي أن نرى هذا التفلت الأخلاقي حتى في خطاب الولد مع أبيه، الشاب مع أستاذه ومع شيخه ومع عالمه، لأن البعض يتصور أنه صار يملك الآن كل شيء. والله لا تملك أي شيء، وأنا لا أملك أي شيء. الأخلاق، 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 بل الدين كله أخلاق، ومن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين، لا تنسوها. من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين. اللهم ارزقنا الأدب والتواضع والحلم والخلق والرفق واللين إلى غير ذلك من هذه الأخلاقيات الكريمة التي بعث بها من علم الدنيا كلها حسن الخلق. لذا قالت أم المؤمنين عائشة حين سئلت عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. الواجب الرابع من واجبات الوقت إحياء قيمة العمل. مش بكفاية احتجاجات بقى يا إخوانا، مش بكفاية صمات، مش بكفاية مظاهرات، ولا هي بقت فوضى؟ كل من يريد الآن حقاً يريد أن يأخذه بيده، ولتسقط الدولة وليسقط القانون، خلاص تبقى الدولة غابة بلا مؤسسات وبلا قانون، تصبح الدولة غابة. كل من يريد حقاً فليخرج إلى الشارع للاحتجاج والاعتصام وللتظاهر. هذا خلل، هذا خلل لا يقره دين ولا عقل، لا يقره دين ولا عقل أن نصيب البلد بهذا الشلل الكلي، بهذه الاحتصامات والاحتجاجات والمظاهرات. لماذا الآن مظاهرة في ميدان التحرير؟ ليه؟ لماذا؟ من أجل الالتفاف على هذه التعديلات الدستورية التي خرج شعب مصر بأغلبية ساحقة ليصوت لها. لماذا نستهزئ بإرادة الشعب؟ ولماذا نحتقر اختيار الشعب؟ لماذا هذه المظاهرات؟ لإيقاع الوقيعة بين الجيش والشعب، وللمطالبة بمجلس رئاسي وبتنحي المجلس الأعلى العسكري. من ولاك على هذا الشعب لتخرج ولتدعو لهذا؟ والشعب بأغلبيته صوت على ما صوت عليه. ما هذا الاستخفاف بالعقول وبإرادة هذا الشعب الأبي العبقري الذكي؟ لا بد أن نكون على بصيرة، ولا ينبغي لأي شاب من شبابنا أن يخرج لمجرد أن يدعوه داع إلى الخروج، بل لا بد أن تكون على فهم دقيق ووعي عميق. لماذا أخرج؟ ولماذا أدخل؟ ولماذا أقوم؟ ولماذا أجلس؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. لابد من فهم دقيق ووعي عميق. أعداؤنا يا شباب في الخارج، في الخارج وفي الداخل، يريدون أن يوقعوا بين الشعب والجيش، ولو حطمت عظام الجيش لحطمت مصر. لغة التخوين التي تعلو وتيرتها الآن
لغة التخوين للقوات المسلحة؟ ما الهدف منها؟ ما الهدف من ورائها؟ الجيش الذي وقف من أول لحظة في صف هذا الشعب وفي الحفاظ عليه، والله لقد اهتز قلبي وأنا أسمع لواءً من هؤلاء يقول لي: والله يا شيخ محمد، حين سمعتك تقول أنا أحذر الجيش والشرطة من إطلاق رصاصة واحدة على ابن من أبنائنا، يقول: والله بكيت وعاهدت الله رافعاً يدي إلى السماء ألا أطلق رصاصة واحدة ولو كلفني ذلك أن أترك وظيفتي وأن أرجع إلى بيتي. من هذه اللحظة وقف الجيش إلى جوار الشعب، لكن المفسدين يريدون أن يوقعوا بين الجيش والشعب ويتهمون الآن القوات المسلحة بالخيانة وبأنها لم تفعل كل شيء. وأنا أعي تماماً أن التدرج سنة من سنن الله في الكون، لا يمكن أن يقع التغيير دفعة واحدة على الإطلاق. أنت لا تملك أن تغير كل شيء في بيتك مرة واحدة، وأنا لا أملك، فبالتدرج. وإن رأينا تباطؤاً ما لسبب من الأسباب، وهي أسباب كثيرة، فلننصح بأدب وبعقلانية لا باحتجاجات واعتصامات تشل البلد. البلد الآن يا إخوان يتعرض لأزمة اقتصادية، مع أن مصر من أغنى بلاد الدنيا. مصر من أغلى بلاد الدنيا، حباها الله بالخيرات. وأنا أقول من فضل الله علينا، لو لم يتفضل ربنا علينا في الأيام الماضية إلا بغلق صنبور أو حنفية السرقة لكفى. هي حنفية مولانا، دي بلاعة، هذا فضل ربنا، توقف، فضل كبير من الله. لكن فلنبدأ العمل، فلنبدأ العمل كل في مكانه وموقعه. لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر، بل نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام. أعداؤنا يريدون بكل السبل أن يبعدوا الإسلام عن الساحة تماماً، وأنتم تتابعون الهجمة الشرسة على الإسلام باسم الحرب على السلفيين، لأن السلفيين صاروا الآن فزاعة جديدة وشماعة جديدة بعد الإخوان. صار الإعلام يكبر الأخطاء ويجعل من الحبة قبة، وهو لا يريد الطعن في السلفيين، إنما هم يريدون إقصاء الإسلام بالتخويف من الإسلام في صورة الإسلاميين المنتسبين إليه، وكأنهم وحوش كاسرة ضارية مستعدة لقطع الآذان ولحرق وجوه النساء بماء النار ولحرق الأضرحة وهدم المساجد إلى غير ذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الديون الداخلية قرابة 190 ملياراً. أنا اطلعت على أموال الصناديق الحرة فقط، الصناديق اللي بتجمع الجمارك والضرائب وما أكثر الضرائب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. راجل جيب عربية فول فرض عليه ضريب، يا عم سيبه ياكل لقمة عيش بالحلال. راجل رايح يشتري سلعة فرض عليه ضريبة، ضريبة مبيعات وضريبة جمارك وضريبة دمغة وضريبة حمل السلعة وضريبة بيع السلعة وضريبة شراء السلعة. ما هذا؟ ولا يجد الإنسان، يريد الإنسان إذا دخل في أي مشروع من المشروعات الصغيرة أن يترك البلد وأن يذهب إلى المريخ من هذا التضييق والتعنت. اطلعت على الصناديق دي يا إخواني، وجدت فيها ما يقرب، وهم يبحثون عن هذه الأموال، 1000 مليار جنيه، 1000 مليار، والديون 190 مليار، يعني تسد الديون
ويصبح مصر وتصبح مصر من أغنى بلاد الأرض. أين هذه الأموال؟ هذه أموال داخلية للصناديق الحرة. فمصر غنية ليست فقيرة. قد يكون الفقر في الإرادة، قد يكون الفقر في الهمة، في العزيمة، في العمل. لابد من العمل، لابد أن تبدأ عجلة الاقتصاد، لابد أن تبدأ عجلة التنمية، لابد أن ننعش بلدنا وأن تستغني مصر عن معونة أمريكية حقيرة. 2 مليار دولار تفلت رجل أعمال في مصر، يتف بس، يتفل رجل أعمال في مصر، يتفل 2 مليار. فلا بد أيها الأفاضل أن نحرص على أن تستغني بلدنا بالله، ثم بسواعد أبنائها ورجالها، ثم بسواعد أبنائها ورجالها. نحن لسنا فقراء ولا نحتاج معونة من أي أحد. لا أقول ذلك عن ترية جوفاء، لا أقول ذلك عن ترية جوفاء، وإنما أقول ذلك ثقة في ملك الأرض والسماء، ثم ثقة في هذا الشعب الأبي. فلنعمل، لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. يا أخي، ليس كثيرا عليك أيها المسلم الغيور على الدين ثم على بلدك، ليس كثيرا عليك أن تقول أنا لا أطالب مصر الآن في وقت أزمتها، إنما أنا متبرع بساعة يومية من وقتي لله ثم لهذا البلد، لينتعش اقتصادها ولتقف البلد على أرض صلبة راسخة ثابتة. وقل اعملوا، وقل اعملوا، وقل اعملوا، فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بل لم يأمرنا ربنا بالعمل فحسب، وإنما أمرنا بإحسان العمل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد من إحسان العمل، ولا بد من إتقان العمل، كل في مكانه وكل في موقعه. ومصر بفضل الله جل وعلا غنية، حباها الله بكل مقومات الغنى من موقع ومناخ ومقدرات ومكتسبات. وأنا أدين لله بأن أغلى عناصر رأس المال هو أنت أيها الإنسان، أنت أيها المسلم الموحد لله جل وعلا. انظروا إلى الصين بهذه الأعداد الضخمة، صارت منافساً أولياً للولايات المتحدة وللاتحاد الأوروبي كله. فلستم يا شباب مصر أقل من شباب اليابان، ولا أقل من شباب الصين، ولا أقل من شباب أوروبا، ولا أقل من شباب أمريكا بالعمل. وأنا أتألم غاية الألم حين أرى ابنا من أبنائي يقول أنا أريد أن أترك الطب، والآخر يقول أنا أريد أن أترك الهندسة، والثالث يقول أنا أريد أن أترك كلية العلوم. ليه؟ أقول لك أنا عاوز أبقى شيخ. الله، طب الأمة كلها تبقى شيوخ؟ عاوزين الأمة كلها تبقى شيوخ. لو أراد النبي أن يجعل الصحابة جميعاً دعاة على المنابر لجعلهم دعاة على المنابر، ولكنه وضع كل صحابي في مكانه الذي يناسبه مع قدراته وطاقاته التي امتن الله عز وجل بها عليه. هذا ما ينبغي أن يكون أيها الأفاضل. اخدم دينك وبلدك من مكانك الذي أنت فيه. كن طبيباً مسلماً، كن مهندساً مسلماً، كن تاجراً مسلماً، كن زوجةً مسلمة، كن طالباً مسلماً بتفوقك وإبداعك ونجاحك وتألقك. هذا هو أعظم ما يجب علينا أن نقدمه الآن أيها الأفاضل للإسلام. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أكملوا في عجالة ما تبقى، وإلا فالواجبات كثيرة بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، الواجب السادس وهو من أهم الواجبات في هذا الوقت بالذات، تجنب الفتن، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وسأفرد إن شاء الله تعالى خطبة كاملة لهذا الموضوع لأبين منهج المؤمن في الفتن. تجنب الفتن، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الأعداء يتربصون بنا في الخارج والداخل، وليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الشر أن نكثر سواد أعدائنا، أو أن نصنع أعداءنا، أو أن نصنع خصومنا بأيدينا. فلنتجنب الفتن. وأنا أرى أن أخطر فتنة تمر بها بلدنا الآن، أرى أن أخطر بصيغة أفعل التفضيل، أرى أن أخطر فتنة تتعرض لها بلدنا الآن هي محاولة أولئك إقصاء الإسلام عن الساحة. لا يريدون الإسلام، لا يريدون الإسلام أن يحكم، هم يريدون فقط أن يكون الخلق لله، أما الأمر فلا، ألا له الخلق والأمر. هم يريدون أن يكون الخلق لله، أما الأمر فلا. الله صاحب الخلق وصاحب الأمر، صاحب الحكم. إن الحكم إلا لله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا بد أن نحافظ على إسلامنا، وأن نقدم ذلك على حرصنا على طعامنا وشرابنا وأرواحنا. فلا قيمة لوجودنا بدون الإسلام، ولا كرامة لنا أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بغير الإسلام. والمسلمون مستعدون بالتضحية بكل ما يملكون من أجل هذا الدين ومن أجل سيد النبيين وإمام المرسلين. ولن تتنازل مصر المسلمة قط عن إسلامها أبداً. فليهدأ هؤلاء وليعلموا يقيناً أنها حقيقة لن يتنازل عنها المسلمون في مصر ما بقيت هذه الحياة. إسلامنا لا نفرط فيه ولن نفرط فيه، وسنبذل من أجل الحفاظ عليه أرواحنا ودماءنا. ليست مسألة خيار، وزودنا عن الإسلام وحفاظنا عليه ليس تطوعاً منا ولا اختياراً. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. فلنتجنب الفتن. الفتنة الطائفية احذروها، واحذروا من أولئك الذين يريدون أن يشعلوا نارها لإشعال البلد كله. كونوا عقلاء حكماء. وأخاطب أيضاً العقلاء من رجال الكنيسة أن ينتبهوا لأولئك الذين يريدون أن يشعلوا نار الفتنة. وليس من العقل ولا من الحكمة إن أخطأ فرد هنا أو سيدة هنالك أن أحمل من مصر كلها هذا الخطأ الفردي مهما كان حجمه ومهما كان قدره، بل يبقى الخطأ محدوداً بحجمه الطبيعي والحقيقي. ولا ينبغي للعقلاء ولا للحكماء في هذا البلد أن يحملوا مصر كلها بعض الأخطاء الفردية التي ربما تدمر الأخضر واليابس في هذا البلد. فأنا أرى الفتنة الطائفية من أخطر الفتن التي يريد المفسدون والأعداء في الخارج والداخل أن ينفذوا إلى بلدنا من خلالها. الفتنة بين الجيش والشعب، وقد حذرت منها آنفا. الفتنة بين الشرطة والشعب، الشرطة لم تنزل إلى الآن
كما كانت، لأن الثقة قد قطعت جسورها بين الشرطة والشعب والشعب والشرطة. أنا أقول فليحاسب المفسدون الظالمون فقط، وليمد الشعب يده للشرفاء لترجع الشرطة للحفاظ على أمن واستقرار شوارعنا وأولادنا وأهلنا، ولنستأنف الحياة. لا ينبغي أن تتعطل وتتوقف الحياة. الوقيعة أيضا بين المسلمين وبعضهم البعض، وهذا واجب آخر من أخطر الواجبات، التعاون والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. فليتعاون المسلمون ولنلتقي على الأصول والثوابت والجمل الكلية، وليبقى الخلاف بين العاملين للإسلام في كثير من مسائل الفروع والأحكام. لا حرج أن يظل الخلاف في مسائل الفروع والأحكام، لكن فلنلتقي على الأصول والكليات والجمل والثوابت، لأن أهل الباطل قد التقوا واجتمعوا، ولم يلتقي إلى هذه اللحظة العاملون للإسلام على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم. وأنا أرى دعوتهم إلى الاجتماع والائتلاف وإلى أن ينبذوا الفرقة والاختلاف من أوجب واجبات الوقت الذي نمر به ونعيشه الآن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأخيرا أيها الأفاضل، من أوجب واجبات الوقت بث الأمل ونزع الخوف واليأس والقنوط من القلوب. أرى حالة من القلق واليأس والقنوط، هل الذي حدث أنت فعلت فيه شيئا؟ فلماذا لا تفوض الأمر للملك وتسلم الأمر للملك وتبذل ما تعبدك به ربك أنت من أسباب في حدود قدراتك وإمكانياتك وطاقاتك، وأن تترك النتائج بعد ذلك للملك الحق الذي يدبر أمر الكون؟ أرجو أن تكون الكلمات واضحة. لما اليأس؟ لما الخوف؟ لما الخوف من الغد؟ أنت لا تملك الغد وأنا لا أملكه. أنت خذ بالأسباب التي تعبدك الله بها فقط، ودع النتائج إليه سبحانه وتعالى، واترك الأمر له، فهذا من باب الأدب معه. فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، وليس أحد أرحم بالمستضعفين من الله. فاعمل على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ودع النتائج إلى الله. كلنا أمل في ربنا الذي تفضل علينا بما تفضل به، أن يتم علينا نعمته، وأن يحفظ علينا بلدنا، وأن يحفظ علينا مقدراتنا ومكتسباتنا، وأن يحفظ علينا شبابنا وأولادنا. أملنا في الله كبير، ثم أملنا في شبابنا وعلمائنا وآبائنا كبير. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ مصر يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ على مصر أمنها ورخاءها واستقرارها. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وسنة نبيك، اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وسنة نبيك. اللهم ارزقهم حكام مصر البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تحضهم على الخير وتأخذ بنواصيهم وأيديهم إليه يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واستر نساءنا واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا واهد أولادنا يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسراً تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. من بيوت الله يخرج
يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العهود الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله على الصلاة. السعودية فقط.